لماذا لم نشعر بمرور رمضان مع أنه لم يبقى إلا يوم أو يومين على نهاية هذا الشهر الكريم؟ لماذا معظمنا فقد الإحساس بلذة الصيام؟ وكيف نحافظ على الصيام حتى بعد رمضان ونتذوق حلاوة هذه العبادة الرائعة؟ حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي يومان أو ثلاثة أيام على نهاية هذا الشهر الكريم الذي لم نشعر بمروره للأسف. والله أيها الأحبة، لو أن أحدنا علم الثواب والأجر وما ينتظره من رحمة ومغفرة وعتق من النار لتمنى أن يكون كل يوم رمضان، لتمنى أن تكون السنة كلها رمضان. ولو علم فوائد الصيام فقط الطبية والنفسية لصام الدهر كله ولم يفطر يوما، لأن هذه العبادة الرائعة أخي الحبيب، أول شيء معظمنا لا يشعر بقيمتها، عبادة الصيام. من الذي يشعر بقيمة هذه العبادة؟ من كان ملحدا أو كافرا أو من ملة غير الإسلام ثم هداه الله للإسلام. لذلك نجد في الغرب مثلا عندما يتحول أحدهم من الإلحاد أو من ديانة أخرى ويدخل في الإسلام تجد أنه شديد التمسك. ما سر هذا التمسك الذي فقدناه نحن الذين ولدنا مسلمين، ولدنا على الفطرة؟ سبب هذا التمسك أخي الحبيب أنه عانى من الإلحاد، عانى من الكفر، فعندما رأى نور الإسلام رأى فيه الراحة النفسية، ورأى في هذا الصيام، في عبادة الصيام مثلا، رأى فيها الصحة، السعادة، الزهد، التقشف. فالملحد فقد هذه النعم، لأن الإلحاد أخي الحبيب ليس فيه تعاليم. الإلحاد باختصار هو أن تطلق العنان للشهوات، مثل أن تركب سيارة وتعطل الفرامل وتعطل أجهزة الإنذار فيها وتنطلق بأقصى سرعة، هذا هو الإلحاد، سيقودك إلى الدمار والانتحار وإلى الهموم والمشاكل والاكتئاب وغير ذلك. لذلك عندما ينقذ الله إنسانا من هذا الإلحاد ويدخل في الإسلام نجد أنه يتذوق لذة الصلاة، لذة الصيام، لذة الصدقة، لذة الاستغفار، لذة المناجاة لله عز وجل. الله أخي الحبيب قريب مني ومنك، قريب إليك أكثر من نفسك، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا الإله العظيم خلقك لأنه يحبك، ولكن كيف يصلحك وكيف يجعلك تلتجئ إليه بالابتلاء؟ الصيام هو نوع من أنواع البلاء أيها الأحبة، والبلاء في اللغة هو الاختبار، يعني البلاء ليس شيء سيء. عندما قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، ليبلوكم ليختبركم. فعندما نرى إنسان مبتلى هذا شيء جيد، ليس شيء سيء. فالصبر على الصيام هو صبر على اختبار من الله عز وجل ليختبر صدق إيماننا وثقتنا به عز وجل. الذي لا يشعر بلذة الصيام
أنا أسميه يصوم صيام ميكانيكي ويصلي صلاة ميكانيكية، مثل آلة ميكانيكية لا تعقل. تعود على هذه العادة، تعود أن يجوع نفسه طوال النهار ثم يأكل ولا شيء آخر. هذا لا يستفيد من الصيام إلا بالواحد بالمئة من فوائده الحقيقية. الفوائد الحقيقية للصيام أخي الحبيب: الإحساس بالسعادة، الإحساس بالقرب من الله، أن تشعر أن هناك إلها بقربك. لك يا أخي، أحدنا إذا تقرب من مسؤول كبير أو غني كبير أو إنسان ذو سلطة أو شهرة أو مال يشعر بالسعادة، يقول لك أنا قريب من فلان، أنا من حاشية فلان. طيب، الله عز وجل هو خالق الكون وهو ملك الملوك، وبيده حياتك، بيده رزقك، بيده كل شيء، وهو الذي يدعوك لتتقرب منه. يعني هناك فرق بين تقربك من البشر وتقربك من الإله عز وجل. القرب من البشر أنت تسعى إليه وأنت تدفع وتبذل المال وتبذل الوقت والجهد لتتقرب من إنسان مهم، ولكن القرب من الله بالعكس، الله هو الذي يقول لك أنا قريب منك. فقط انتبه، انتبه أن هناك إلها من حولك، انتبه أن هذا البصر الذي هذه الأعين التي تبصر بها، هناك إله هو الذي خلقها ويشرف عليها، ولو غفل عنها ثانية لأصابك العمى والعياذ بالله. لو أن الله غفل ثانية عن الكون لهلك الكون. لذلك قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي الغفلة البسيطة جدا، عندما تقود السيارة وتكون متعب أو مرهق تجد أنه تأخذك جزء من ثانية غفوة، ليست ثانية، جزء من ثانية، سنة. هذه هي السنة، يعني حتى الإغفاء البسيطة جدا التي هي جزء من ثانية لا تأخذ هذا الإله العظيم، لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، يعني هذا الإله يملك كل شيء، ويملك نفسك، ويملك حياتك، ويملك صحتك، ويملك عافيتك، ويملك رزقك، ويملك مستقبلك، وهو الذي يحدد متى خلقت وكم ستعيش ومتى ستموت وفي أي أرض وعلى أي حال، وهو الذي سيتوفاك، وهو الذي سيحاسبك يوم القيامة، وهو الذي سيقرر مصيرك، إما إلى نعيم مقيم وإما إلى نار خالدا فيها والعياذ بالله. نسأل الله العافية، نسأل الله أن يعتقنا من النار في نهاية هذا الشهر الكريم. هذا الإله أيغفل عنه؟ أيستهتر بإله كريم حليم عظيم رؤوف رحيم؟ وهو الذي يدعوك، يدعوكم ليغفر لكم، يدعوكم، هو الذي يدعوك يقول لك اقترب مني، يقول لك مهما عصيت ومهما أذنبت ومهما ارتكبت من كبائر ومهما غفلت عن الله عز وجل ومهما فعلت من مصائب في حياتك الدنيا، إذا أتيت هذا الإله العظيم فقط وأنت موحد به، لا تشرك به شيئا، غفر لك ذنوبك ولو كانت مثل الجبال ولا يبالي، ولو بلغت عنان السماء لا يبالي هذا الإله العظيم. فقط انتبه أن هناك إلها من حولك سبحانه وتعالى. هل هناك أعظم من هذا الإله العظيم؟ والله لو أن ملكا من البشر الذي لا يملك ضرا لا لنفسه
ولا لغيره، ولا يملك نفعا لا لنفسه ولا لغيره، وقف ببابك أو قال لك سأقف ببابك لا تستطيع النوم. لو قال لك سآتي في الثلث الأخير من الليل، لو أن هناك ملكا قال أنا سآتي لعندك في الثلث الأخير من الليل، صدقني لا تستطيع أن تنام. طيب كيف بإله عظيم كل يوم يتجلى عليك في الثلث الأخير من الليل، كل يوم كل ليلة، إذا بقي الثلث الأخير يعني قبل الفجر بساعتين تقريبا، في هذه الفترة التي نجد أن معظم الناس غافلون لاهون يعبثون ويلعبون، يشغلون ألسنتهم بغير ذكر الله بكلام فارغ. إياكم وكثرة الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. يشغل بصره بما حرم الله، يشغل سمعه بالأغاني والمسلسلات، وكلها لن تنفعه أمام الله عز وجل. لن تنفعك إلا الكلمة الطيبة والعمل الصالح وأعمال البر وذكر الله وحب الخير للناس، هذا الذي ينفع أخي الحبيب. لذلك نحن فقدنا لذة الصيام لأننا فقدنا لذة القرب من الله عز وجل الذي فرض الصيام علينا. لاحظت هذه المعادلة؟ يعني كثير من الناس يقول لك أنا لا أشعر بلذة قراءة القرآن، أنا ختمت القرآن ولكن لم أشعر بشيء، صمت رمضان لم أشعر بشيء، تصدقت وأديت الزكاة ولم أشعر بشيء، لأن قلبك بعيد عن خالقه. يجب أن تعيد هذا القلب قريبا ممن خلقه، يجب أن تشعر في كل ثانية وأنت نائم وأنت تأكل وأنت في همومك ومشاكلك أن الله قريب منك، أن الله موجود. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.